جزا الله خيرا الإخوة المتحدثون الذين يحملون دعوة الرسل والأنبياء، وهي الدعوة إلى التوحيد. الناس دائما بتضايق ويقول لك الناس ديل غير التوحيد ما عندهم شيء. انت عارف ربنا رسل الرسل دي كلها من أجل التوحيد، عشان يعبد الله براو. وأي زول دعاك لغير كدي غشاك، عشان تعرف الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. المعبود واحد والمتبوع واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما تتبع أي زول، تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعبد إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه في ناس عبدوا من دون الله كما بين الإخوة جزاهم الله خير، وبين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أنه عبد أناس لا يستحقون العبادة معه أو من دونه. فلذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل من أجل ذلك، وتوعد من يشرك بالله أنه خالد في النار. ودعاة التوحيد محاربين، قليل من الناس من يريد الخير، يريد الخير يجلس هذه الجلسة لكي يستمع إلى قول الله تبارك وتعالى. وإنت لو ربنا سبحانه وتعالى موفقك تلقى زول يقول لك يا أخي اعبد الله براو، نادي الله براو، توكل على الله براو. المشكلة شنو؟ قال لك تعال ابقى معاي، قال لك اديني قروش. الزول ده ما ذكر لكم قصة حبيب النجار، قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ما دارين منك قروش، اسمع ساكت واستفيد امشي، ما تبقى عبد لزول. يا اخي يوسف عليه السلام في السجن، في السجن دخل معه السجن فتيان، اثنين دخلوا مع السجن، شافوا له الرؤيا في النوم، قاموا قالوا له يا اخي فسر لنا الرؤيا دي، انا نراك من المحسنين. هالسيدين كله دينهم مبني على المنامات، شفته في النوم ها جماعه يقعد، وها شفته شنو وكده احكي لنا، والرسول جاني وطلع يده وسلم علي، والرسول شيخني وقال لي يا شيخ خليفه. كذب كذب. ويقول وشاهد على على الحلمه دي او الرؤيا دي فلان. اسالكم بالله، في رؤيا في النوم بيشهدوا عليها؟ في رؤيا في النوم بيشهدوا عليها؟ يقول وشاهد شاهد على الرؤيا فلان ده، والله انا ما كنت داير اتكلم لكن فلان ده شاهد، كان نايم معاك ولا كيف يعني؟ اها شاهد كيف يعني؟ شاهد على الرؤيا دي. ودين كله مبني على المنامات والاحلام وكله كذب. ديل قالوا لي يا اخي شفنا رؤيا في النوم كده فسر لنا. اول حاجه قال لهم انا ما وصلت افسر الرؤيا دي الا لاسباب. من هذه الأسباب قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يا زول قلنا لك فسر لنا الرؤيا، شنو يشركوا بالله؟ الشركة دخلوا هنا شنو؟ يدخل في أي حاجة. ما في ناس تيجيك يا مولانا يا أخي ده تكلم لنا عن الوضوء، تكلم لنا عن الغسل، هو في زول جاي الجامع ما بيعرف يتوضا؟ في زول ما بيعرف يغتسل؟ لكن دي دعوة حق أريد بها باطل، دار يصرفوك عن دعوة التوحيد، يقول لك تكلم لنا عن الوضوء، تكلم لنا عن الطهارة، هو في شرك هنا؟ في شرك هنا باسم الدين، أنا أتكلم لك عن المتوضى لشنو أنت؟ أنت بتتوضى هنا بتصلي بتقول الله أكبر وفي كبير جوا هنا قاعد تدعوه في السراء وفي الضراء. عشان كده يوسف عليه السلام قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. حذروا من الشرك أول حاجة، وبعدين قال لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا ذول عقل،
اسمع الايات دي، القران ده قال جابوا قصة الساكت، القران ده للاتعاظ. ارباب متفرقون، واحد في الشرق، واحد في الغرب، واحد مدفون، واحد قاعد في سرير مكسر، واحد جوا خلبه داخل 40 يوم. متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ولا الله براو. افي الله شك فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم؟ ده كلهم باكلوا، الله بياكل وما بياكل، بياكل وما بياكل، ديل بياكلوا وانت تناديهم وتتوكل عليهم وعندهم بيضلوك، زي ما قال لك اخونا احمد محمد البدوي جزاه الله خير، بيبيعوك. قوماك يا اخي وناديهم لي، وفي الليل الهادي بنادي انت الليل الهادي ده، لو ربنا وفقك وقمت، الله عنده 99 اسم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، تخلي 99 اسم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ديل عماية، كلهم عماية. عماية كيف؟ الله قال له دعوة الحق لله، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض. سؤال للأمة دي كلها، من رب السماوات والأرض؟ المالك فوق وتحت منه، المالك فوق وتحت منه، قل الله. يا ناس متأكدين؟ متأكدين؟ طب موقنين المالك فوق وتحت الله؟ الله قال لكم قل أفتخذتم من دونه أولياء، عشان ما يجي ذول يغشك يقول لك دي نزلت في الأصنام. ها الله قال أولياء عديل بالواضح، والله يوضح عليك أكثر، قال لك عباد أمثالكم ناس زيكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. طيب الأولياء مالن؟ قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى؟ الأعمى دياته ما الأعمى؟ أعمى البصر، أعمى البصير. الأعمى ده البعتر بقول يا هل الله، وبقول يا رجال الكون ويا رجال العلفون اللي أسرع من التلفون، يا ود بدر من الفقر، يا ود عويس القلب الغنما يتيس، يا منو ما بعرف، قبل قدام نادي الهمام، قبل ورا نادي بشرة، قبل صعيد نادي عود الجيد، قبل شمال نادي الكمال، قبل تحت نادي المسك، قبل فوق في فوق في منو؟ نادي أهل الزوق. الله ما بيعرفوني هاي، لأنه ربنا قال ما قدروا الله حق قدره، لأن ما بعرفوا والله، ما قدروا الله الخلقهم الخاطبهم قال لهم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا ماشي في الوطن الفرشة لكم والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. إياك تجعل مع الله ند، نادي الله براو، توكل على الله براو. دال يغشوك، الله نزل لنا القرآن قال لنا ده الذكر، الذكر في القرآن، الله قال إنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون. الله قال القرآن ده ذكرنا نذكر به، والله رسول صلى الله عليه وسلم قال الحرف الواحد ب10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة تخليها وتجي. سككي مككي لاه الفجل ولاه البمبي، دخل بليا فتح بالكي، جاب الحلسي تحت البمبي، لجمل الأحمر لا تكلى عي. صلى الله عليه وسلم بيصلي على شنو يا زول؟ بيصلي على شنو انت يا زول؟ بيصلي على شنو؟ بيصلي على شنو؟ يديك كلام تقول له ده شنو؟ يقول لك ده سر 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 انت ما بتعرف يا زول. سر بتاع شنو؟ الله قال لي يظهره على الدين كله. قرآن واضح، الله كلامه بنعرف، الرسول كلامه بنعرف. يجوك ده يغشوك في مجلس مكة مكوك مكك الله يا زول، ده بيلعب عليك لعب. اوعك اسمع قرآن كلام واضح وكلام بين، واقرأ كلام الله ده عشان تفتح
وأنا داير أقرأ لك ثلاثة آيات، ثلاثة آيات من سورة الأعراف. أسمع الآيات دي كويس، في المصحف صفحة 151، ما تتغشى. الثلاثة آيات دي أعرفها كويس عشان تمشي عديل. الله قال ألف لام ميم صاد، حروف لا يعلم تأويلها إلا الله، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ده خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. الله قال لنا نزلت لك القرآن ده، ما تتحرج منه، بلغوا للناس، انذر به وذكر به المؤمنين. بعد الخطاب للرسول جاء الخطاب للأمة دي كلها. أها الآية الثالثة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الله نزل لنا شنو؟ كفاية. قال ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبع القرآن وما تتبع الأولياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرغنا من بعده تفرغا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه أن يجمعنا غدا في عليين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.